بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ذبيحة التسبيح. خلصنا كلامنا الحلقة اللي فاتت إن إحنا إنتهينا من خطوات صلاة رفع البخور واتفقنا إنه لو بخور عشية أبونا بيدي البركة للشعب ويصرفهم لو باكر بقى بنبدأ نكمل في بقية خطوات صلاة القداس الإلهي. الخطوة اللي بعد طقس رفع البخور ان احنا بنلبس ملابس الخدمه كتير من الكنائس بتاجل لبس التونيه لبعد صلاه رفع بخور باكر هو الافضل طبعا ان احنا بنلبس التونيه من البدايه لانه رفع البخور هو جزء اصيل واساسي من القداس لكن متعارف عليه في طقس الكنيسه انه ممكن بناجل لبس التونيه لبعد صلاه رفع البخور فالشماس بيرشم التونية من ابونا وبعدين الكل بيلبس التونية وحتى في لحن مخصوص بيتقال في الوقت ده لحن تنقوشت اثناء لبس التونية ليه الشماس قبل ما يلبس التونية بتاعته لازم يروح يرشمها من ابونا هي ليها اكتر من معنى المعنى الاولاني انه التقديس لهذه الثياب تقديس للتونية بالرشومات وبالصلوات والمعنى الثاني هو اذن من ابونا للشماس بالخدمة الشماسية يعني بين قوسين كده الشخص ده ما هوش تحت عقوبة كنسية او مش ممنوع من الخدمة فاذن من ابونا ان هو يقوم بالخدمة الشماسية دي داخل القداس والمعنى الثالث هو سماح من أبونا أو إذن من أبونا لهذا الشماس اللي هيلبس تونيا إنه هو في نهاية القداس هيتناول لأنه طالما أنا لبست تونيا بحسب قرار المجمع طالما لبست تونيا لازم هكون هتناول في نهاية القداس وناخد بالنا إنه اللي بيكون برشامة ملابس الخدمة أو التونيا للشمامسة هو الكاهن الخديم لان هو المسؤول عن الذبيحة كان الخديم اللي هو هيقدم الحمل وهيقدس الكرابين وهينوينا الجسد في الاخر ده اسمه الكاهن الخديم بقية الكهنة اللي موجودين في القداس نسميهم الكاهن الشريك لبسنا التونية سواء بعد رفع بخور باكر او كنا لابسينها من البداية بنخش مباشرة على جزء مهم جداً من اجزاء القداس الالهي وهي صلوات الاجبيه بنصلي الاجبيه في القداس الكنيسه بتصلي المزامير قبل تقديم الحمل لانه المزامير فيها نبوات عن تجسد السيد المسيح ومجيئه لخلاص العالم وطقس صلاة المزامير برضه ببساطه كده في ايام الثبوت والاحاد وفي أيام الفطار يعني مش صايمين وفي أيام الأعياد السيدية سواء الكبرى أو الصغرى وفي فترة الخمسين فترة الخمسين المقدسة القداس اللي بنصليه في أي وقت من دول بنصلي صلاة الساعة الثالثة والساعة السادسة طيب إحنا في أيام أصوام أيا كان نوع الصوم اه او مش طقس ثانوي يعني احنا صايمين في ايام اصوام فبنزود على الأجبية الساعة التاسعة لأنه في أيام الأصوام وفي أيام الأربع والجمعة طبعا على مدار السنة ما عدا الخمسين بنبقى برضو صايمين بنزود في القداس الساعة التاسعة يبقى ثالثة وستة وتاسعة لأن القداس بيبقى شوية متأخر طيب احنا في ايام الصوم الكبير ودي ايام بتبقى خاصة شوية الصوم الكبير او صوم نينوى او البرامون بتاع الميلاد والغطاس ايام البرامون بنقوم مزودين لحد النوم يبقى تالتة وستة وتسعة وغروب ونوم لانه متعارف عليه انه في الوقت ده القداسات بتكون متاخره شويتين فبنصلي صلوات المزامير لحد النوم طيب احنا في الاعياد عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد القيامه هنصلي ايه في القداس مبنصليش خالص مزامير لانه ببساطه احنا صليناها الصبح الميلاد والغطاس له برامون الصبح فاحنا صلينا لحد النوم والقيامه ملوش برامون لكن احنا صلينا الصبح قداس سبت النور فاحنا صلينا المزامير في نفس اليوم ده فبنصلي قداس ليلة العيد بدون مزامير ازاي بنصلي المزامير جوه القداس الكاهن الخديم هو اللي بيقود الصلاة يعني هو اللي يبدأ صلاة الأجبية صلاة الساعة الثالثة هو اللي يبدأها حتى لو كان القداس فيه كهنة أكبر منه لكن هو الكاهن الخديم هو اللي بيقوم بيقود الصلاة الأب البطرك موجود الأب الأسقف موجود يبقى هو الخديم يبقى هو اللي هيقود كمان الصلاة المزامير بتتوزع في كل ساعة من ساعات الأجبية بتتوزع على الكهنة والشمامسة والشعب اللي موجودين في الكنيسة كعلامة الشركه في العمل الروحي وزي ما وصانا كده بولس الرسول لكل واحد يبقى له ايه؟ يبقى له مزمور فالمزامير بتتوزع علينا كلنا، كل اللي حاضرين في القداس في الوقت ده يبداوا يشتركوا في صلاه المزامير، مع مراعاه انه الكاهن بيبقى له مزامير خاصه معينه في كل ساعه الكاهن بيصلي المزمور الاول والاخير منها بالاضافه الى مزمور ثالث في النص يعني كل ساعه من دول انا هصلي المزمور الاول والاخير بالاضافه ان الساعه الثالثه هصلي مزمور اعظمك يا رب لانك احتضنتني في السادسه هصلي رديت يا رب على ارضك في التاسعه هصلي قال الرب لربي في الغروب هصلي اعترفوا للرب لانه صالح في النوم هصلي أعترف لك يا رب من كل قلبي يبقى الأول والأخير ومزمور في النص بحسب الساعة دول بتوع أبونا بقية المزامير بيوزعهم الشماس على الشمامسة اللي حاضرين وعلى الشعب اللي حاضر ومفيش مانع طبعاً إن مجموعة من الشعب أو مجموعة من الشمامسة هتشترك في مزمور واحد المهم المزامير بتتوزع على كل اللي حاضرين كنوع من أنواع الشركة والوحدانية مع بعض المزامير صليناها يقوم نبدا نصلي الانجيل بتاع الساعه دي ابونا بيقول مقدمه الانجيل وواحد من الشمامسه بيقف قدام باب الهيكل ويصلي الانجيل بعد الانجيل ما يخلص ابونا بيقول مقدمه القطع في قطع بعد الانجيل في الاجبيه ابونا بيقول المقدمه بتاعتها ويقول نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس لانك نقط وخلصتنا هنحط ايه في النقط دي بقى كويس برضو ان احنا نبقى عارفين ان هي ليها نظام وليها طريقه لو احنا في يوم حد ايام الاحد على مدار السنه يبقى هنقول قمت وخلصتنا لو احنا في ايام الاسبوع السنوي مفيش مناسبة معينة في أيام الأسبوع السنوي هنقول لأنك أتيت وخلصتنا لو إحنا في الخمسين المقدسة أحد وأيام طول فترة الخمسين المقدسة هنقول لأنك قمت وخلصتنا لو إحنا في شهر كياك برضو أحد وأيام شهر كياك نقول أنك أتيت وخلصتنا لان احنا لسه منتظرين عيد الميلاد لسه منتظرين مجيء السيد المسيح في شهر طوبة وامشير اللي هما بعد كياك على طول اه بنصلي ونقول برضو لانك اتيت اه وخلصتنا سواء في الاحاد او ايام الاسبوع لان الشهرين دول بيسبقوا اه عيد البشارة بيسبقوا عيد البشارة اللي هو يوم 29 برمهات وبيشار ليهم كده ان الشهرين دول رمز للناموس والانبياء في العهد القديم لانهم بيسبقوا البشاره بميلاد السيد المسيح وعشان كده في الاحاد وفي ايام الشهرين دول طوبه وامشير نقول لانك اتيت وخلصتنا وبعدين لو احنا في برامون الميلاد من اول برامون الميلاد من ثمانيه وعشرين كياك او سته يناير لحد عيد الختان سبعه طوبه او اربعه يناير نقول لانك ولدت وخلصتنا وفي برامون الغطاس من اول برامون الغطاس عشره طوبه لحد تاني يوم عيد الغطاس 12 طوبة نقول لأنك اعتمدت وخلصتنا طب لو احنا في اسبوع الالام هنقول لأنك صلبت وخلصتنا يبقى احنا عندنا خمس كلمات بيتغيروا على مدار السنة بحسب طقس الكنيسة والمناسبة اللي فيها لأنك قمت لأنك أتيت لأنك ولدت لأنك اعتمدت لأنك صلبت وخلصتنا بعد أبونا ما بيخلص المقدمة بتاعة القطع يبدأ أبونا يصلي صلوات ال القطع مع مراعاة أن الكاهن الخديم بيقول أول ثلاث قطع من أول صلاة اللي هي الساعة الثالثة يقول أول ثلاث قطع من الساعة الثالثة وبعد كده القطع بتتوزع على بقية الآباء وعلى الشمامسة علشان يصلوها ولو رجعنا للأجبية وصلوات القطع هنلاحظ انه القطعة التالتة دايما في كل الصلوات دايما القطعة التالتة موجهة للستة العذراء كنوع من أنواع التشفع بيها أو الاحترام الواجب ليها مش عبادة طبعا لكن شفاعة واحترام ليه الست العذراء وبعد ابونا والحاضرين في القداس بيخلصوا صلوات السواعي بالطريقه دي في نهايتها خالص بنصلي قانون الايمان وفي الوقت ده يبدا ابونا يروح يغسل ايده ابونا مش هيغسل ايده علشان ايده يعني اتوسخت من حاجه لكن هي طريقه طقسيه ان بيغسل ابونا ايده على ثلاث مرات او ثلاث دفعات وهو بيصلي اجزاء من المزمور الخمسين ومن المزمور خمسة وعشرين يقول تنضح علي بزوفاك فاطهر تغسلني فابيض اكثر من الثلج مزمور خمسين وبعدين يقول تسمعني سرورا فرحاً فتبتغي عظامي المنسحقة (مزمور خمسين) وبعدين يقول: "أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب لكي أسمع صوت تسبيحك (مزمور خمسة وعشرين)" ليه أبونا بيغسل إيده؟ مش عشان إيده فيها حاجة لازم تتغسل لكن هي نوع من أنواع التذكرة بالطهارة الواجبة على الكاهن قبل ما هيمسك الحمل وقبل ما هيقف على المسبح الطهارة الداخلية غسل القلب وليس غسل اليد كاستعداد شخصي للمس الحمل اللي هيتحول بعد شوية لجسد المسيح ودمه على اعتبار ان اليدين رمز لأعمال الانسان ابونا غسل ايده بعد ما خلصنا صلوات السواعي وصلوات الاجبية بعد كده بنخش على جزء مهم جدا جدا في القداس الالهي هو طقس تقديم الحمل هنعمله ازاي وبيحصل فيه ايه خلونا نتعرف على ده بنعمه ربنا الحلقه الجايه اما الى هنا فاعننا الرب الذي له المجد الدائم الى الابد امين